ها هي سيرينا سحيم تعود إلى مسقط رأسها برج البراجنة. هي المراسلة النشيطة التي قضت في حادث سير مشبوه بحسب العائلة عند الحدود التركية مع سوريا، إذ صدمتها شاحنة بشكل مباشر إثر انتهائها من بث رسالة لحساب قناة بريس تي في الإيرانية التي تعمل فيها. سيرينا سحيم ابنة 30 عاماً والأم لولدين، تجمع حول نعشها الأهل والأصدقاء والزملاء. زوجها المفجوع، والدها والأشقاء، هول الصدمة على وجوه الجميع. فقد تركتهم سيرينا قبل 10 أيام حين عرجت على بيروت للقاء أهلها، خصوصا وأنها أمريكية من أصل لبناني. أما الصلاة عن راحة نفسها المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في حضور النائب علي عمار وفعاليات حزبية. أكان الحادث مفتعلا أم قضاء وقدرا، فأن صحفية أخرى شجاعة راحت شهيدة مهنة عشقتها تعني لها الكثير. سيرينا سحيم ينتظر أهلها وإدارة محطتها تحقيقا تركيا شفافا حول الحادث، من دون أن يتأكدوا من إمكان الوصول إلى هذا الأمر.